عن الأموال المتداولة في السوق الموازية. طبعا إننا نعمل على مستوى الحكومة على وضع جميع المقاربات التي تسمح لنا بالمضي في جلب هذه الكتلة الموجودة على مستوى السوق الموازية، ولكن هذا لن يتم إلا بوجود إرادة فعلية وحقيقية على مستوى البنوك، التي يجب من الآن فصاعدا أن تعمل بجدية وبدون هوادة من أجل التحسيس بضرورة أتمتة البنكاريزاسيون، أتمتة الأموال الموجودة في السوق الموازية. وهذا لن يتم إلا إذا شعر المتعاملون بعامل الثقة، بعامل الثقة. فالثقة هي الفارق، وهي التي سوف تحدث الفرق بين الوضعية الحالية والوضعية المبتغى الوصول إليها. فالأصول أساس يعني الأصول الموجودة على مستوى هذه السوق الموازية متأتية من تجارة شرعية، ولكن ليس مصرح بها. فهذا الفرق الذي يجب أن نفهمه جميعا وأن نتوافق عليه. فنحن نحارب تبييض الأموال، ونحارب أأتمة البنوك الأموال المتأتية من التجارات غير الشرعية، ولكن في الأصل فإن كل الأموال أو معظمها الموجودة في السوق المالية السوق الموازية متأتية من تجارات شرعية، ولكن كما قلت غير مصرح بها، des activités légales mais non déclarées. وبالتالي فإن شعر هؤلاء المتعاملون بالثقة على مستوى البنوك وعلى مستوى المؤسسات المالية، سوف يقومون طبعا بوضع هذه الأموال على مستوى هذه المؤسسات، ولكن يجب توفير كل الوسائل والقيام بعمليات تحسيسية متواترة ومتواصلة من أجل جلب هذه الكتلة، التي سوف تساعد طبعا في تمويل الاقتصاد الوطني. ولذلك أدعو من هذا المنبر جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى الانتباه بشدة ومراعاة جميع نتائج الدراسات والتحقيقات التي سوف يتوصل إليها المرصد الوطني للإدخار، الذي سيتابع بالتفصيل الوضع الحالي للإدخار في الجزائر.